السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى طريقة لخلية النحل، بس النهاردة انا هعملها سادة بدون حشوات. انتي لو حابة تحشيها اي حاجة عادي، ممكن تحشيها لحمة معصجة وفيها جبنة موتزاريلا، اي حاجة، جبنة رومي لوحدها عادي، جبنة فيتا او اي نوع جبنة، جبنة كيري، جبنة نستون، اي نوع عندك، اي حاجة انت حابة تحشيها بيها عادي، مفيش اي حاجة. ممكن تحشيها خضار عادي، مفيش اي مشكلة. برضو ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها اي حاجة، اي حاجة انت حباها. بس انا حبيت اعملها سادة بحيث ان انا ممكن احشيها شوكولاتة من جوه. انا يعني بقيت معانا بالشكل ده، وطبعا مورقة وجميلة اهي. حلوة جدا على فكرة، حتى وهي سادة حلوة جدا اهي بالشكل ده. طبعا انت ممكن تصغري الكور، تكون كور صغيرة، وممكن تكبريها، ممكن تخليها وسط، عادي على حسب رغبتك انت وعلى حسب ما تحبيها اهي. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. خلينا نشوف المقادير. اول حاجة معانا 3 كوبايات من الدقيق، وانا طبعا عايزت بالكوباية المعيارية دي، وعليهم رشة ملح ورشة سكر، تمام. وهنا برضو بالمعلقة المعيارية حطيت 2 كبار من اللبن البودر عليهم، وهخلطهم كويس جدا مع بعض، تمام. وبعد ما خلطتهم كويس جدا مع بعض اركنهم على جنب. نيجي هنا للخميرة، ازاي نخلي الخميرة تتفاعل ونعرف ازاي ان هي كويسة ولا هي وحشة. اول حاجة مع بعض، انا مليت نص الكوباية او 3/4 الكوباية مية تكون فترة شوية، وهنزل عليها ب2 كبار من السكر بالشكل ده، وهخلطهم كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب مع المية بالشكل ده، وهبدأ انزل بالمعلقة الكبيرة من الخميرة، وهقلبهم كويس جدا اهو بالشكل ده. بعد ما قلبتها كويس معانا بالشكل ده، ابدأ اغطيها بكيس او بستريتش معانا بالشكل ده. وهنركنها على جنب لحد ما تخمر. لو الخميرة اتفعلت لحد الاخر تبقى الخميرة دي كويسة، وابدأ احطها على الدقيق. لو الخميرة ما فعلتش لحد الاخر، ابدأ ارمي الخميرة واجيب نوع خميرة جديد وابدأ استخدمه على طول. يلا بينا نشوف اول ما هتخمر هوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. طبعا شكل الخميرة بعد ما تفعلت معانا ووصلت لحد الاخر، بصوا الكيس نفخ ازاي، كيس نفخ وعلي كده. ابدأ استخدم الخميرة دي تبقى نوعها كويس وابدأ استخدمها. بسم الله اهي، يبقى الخميرة دي نشطة، يبقى احنا نبدأ ان احنا نستخدمها. هنبدأ نقلب
الخليط ده كله معانا بالشكل ده اهو، وهنبدأ ننزل بالخميرة. بسم الله بالشكل ده معانا. أبدأ بقى أخلط كل المكونات معانا بالشكل ده اهو. وابدأ ألم العجينة، معجنش فيها لأ، أبدأ ألمها الأول بالشكل ده. لو احتاجت مية أحط أنزل عليها بحبة مية فترة. هي كده بدأت تتلم معانا، هتعوز حبة مية كمان. أبدأ أنزل لها عادي. أبدأ أنزل بالمية حبة حبة، عشان مش كل نوعيات الدقيق بتكون نوعية واحدة، طبعا على حسب نوع الدقيق بيختلف في العجن وفي المية بتاعته اهي بالشكل ده. هحط لها حبة صغيرين كمان بس كده. وبالشكل ده العجينة قربت تتلم معايا اهو. وبكده بعد ما العجينة كلها اتلمت معايا بالشكل ده، أبدأ أنزل بثلاث معالق من الزيت. ثلاث معالق بيعادلوا الربع كوباية من المية زيت بالشكل ده. وأبدأ بقى أهو ألمها معايا بالشكل ده. أبدأ بقى على الرخامة تكون نظيفة معانا بالشكل ده، وأبدأ أعجن فيها. كل ما تعجني في العجينة كويس، كل ما تكون ملثمها كويس وناعم. ولما نيجي تعملي الكايزر أو أي حاجة بيها مش هتكون مفرولة اهي. نبدأ نعجن كده فيها، ايد تكون فوق وايد تحت كده بالشكل ده اهي. تكون بالشكل ده. لحد ما تكون ناعمه معانا، ملسمها هيكون ناعم كده. طبعا هعجنها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. اول حاجه هبدا ارش حبه دقيق بالشكل ده، واحط العجينه اهو معانا بالشكل ده، وهبدا اعجن فيها لحد ما تكون العجينه بقت ناعمه معانا، وتكون بقت فاتحه، بقى لونها فاتح. كل ما العجينه بنعجن فيها كل ما يكون لونها فاتح وملثمها يكون ناعم، تكون كده العجينه بقت كويسه معانا. يلا بينا نشوف هنعجنها ازاي. اول حاجه هنروح عاملين كده نشد ونلم تاني، نشد
ونلم، بحيث ان احنا نعجنها كل ما بتعجنيها كل ما بتكون كويسة وما بتفرونش في العجينة لما بنعملها، كل ما بنعجن فيها كل ما بتكون كويسة. طبعا شكلها بعد ما خمر معانا بالشكل ده والفراغات اتملت، هبدأ عندنا حلين للوش، لدهان الوش ممكن تدهنيها بصفار بيضة وعليها معلقة من صغيرة من النسكافيه وتقلبيهم مع بعض، عليهم معلقة من السكر وتقلبيهم مع بعض وتفكيهم، تفك البيضاية بحبة مية صغيرين وتقلبيهم مع بعض وتبدأي تدهني الوش. وفي حل تاني ان انت ممكن برضو معلقتين لبن بودر وتدهني برضو كل وش عادي، وممكن باللبن ممكن بأي حاجة، اي حاجة عندك، او ممكن بعسل. انا عندي هنا جايبة معلقة كبيرة من العسل ومدوباها في حبة مية يعني فكتها بحبة مية صغيرين بالشكل ده، وهبدأ اقلبهم مع بعض وهبدأ ادهن الوش كده بالشكل ده اهو. على فكرة انت ممكن تحشيها، ممكن تحشيها اي نوع جبن انت عايزاه، ممكن تحشيها لحوم خضار اي حاجة انت حباها. انا هنا حطوها سادة يعني اي حشوة عندك انت ممكن تحطيها بيها اهي بالشكل ده. وطبعا بعد اما ادهنها هبدأ ارشها سمسم او حبة البركة على حسب المتوافر عندك، ادهنيه بالشكل ده. اهي اتدهنت معايا كلها بالشكل ده، وهنا هبدأ ارش عليها حبة سمسم بالشكل ده اهو.
او حبة البركة بالشكل ده. يعني على حسب المتوفر عندك اهو بالشكل ده. وبعد ما دهنتها ورشيتها بحبة البركة والسمسم ابدأ ادخلها في الرف اللي في النص على 180، على درجة 180 او 200. بس خلي بالك عينيك تكون عليها، يا ما بتقعدش كتير عشان يكون لونها ذهبي وفاتح. وهشوفها بعد ما نطلع، ما تطلع من الفرن هنشوفها هنقدمها ازاي مع بعض. شكلها بعد ما رشيت السمسم وحبة البركة بقت معانا بالشكل ده اهو. وده طبعا الشكل النهائي معانا بقى بالشكل ده اهو. يلا بينا مع بعض نقدمها في طبق ونشوفها عاملة ازاي. وطبعا ده الشكل النهائي معانا اهو. وشفتوا انا فتحت لكم واحده، بصوا مورقه وجميله اهي وهشه جدا اهي، مش مكتومه ما شاء الله، العجينه حلوه اهي بقت بالشكل ده معانا. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.